ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل فاصوليا خضراء ورز وبطاية، وتعال نشوف هنعمل ايه. وانا كده دلوقتي قطعت الفاصوليا، هروح اعمل لها الطماطم ونشوف هنعمل ايه. طب كده البطاية اهي حطيتها في السلق وهي دخلت في السوا اهي، ونشوف هنعمل الصلصة بتاعت الفاصوليا. وبكده انا حطيت معلقتين سمنة وانزل عليهم بالبصلة. كده حطيت البصلة وهفضل اشوح فيها لغاية ما تدي لون ذهب. وبكده البصلة بقى لونها حلو كده، انزل عليها بالطماطم. واسيبها بقى تتسبك لغاية ما اعمل الرز. تعالوا معانا نعمل الرز. وبكده بقى اعمل معاكم الرز، هعمله رز ورصه. نكتر بقى لغاية ما يتمضي شوية. وبكده هنزل بالرز بقى واتحمر الحب اللي انا حطيته، وهنزل بالرز. وطبعا سخنت له الميه، احط شويه ملح. اول ما يدي خشوله كده تعرف ان هو ايه تمام. وبكده هنزل بالميه عليه. كده انا نزلت بالميه السخنه، هسيبه بقى في الهون ونشوف البطايه نبقى نحمرها. وبكده بقى الطماطم اتسبكت، انزل عليها بالفاصوليا. كده بقى انا هسيبها ايه شويه كده، ممكن ازود لها شويه شوربه واسيبها تستوي. وبكده هنزل بالشوربه على الفاصوليا واسيبها بقى تستوي، وبعد كده نشوف مع بعض هنعمل ايه. وبكده انا حطيت الشوربه وهسيبها بقى تغلي. وبكده يا جماعة أكلتنا خلصت، وإن شاء الله لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا اللايك. أنا كل مرة كنت بقدم البطاية سليمة، بس المرة دي قطعتها قلت تغيير بقى. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، وشكرا.